السلام عليكم. اليوم راح نشوف شقة من نوع الكبري تقع في ولاية الجزائر العاصمة في الجهة الشرقية، وسوف نعطيكم تفاصيل تاع الشقة هذه. وهنا نشوف الحي تاع يعني شقة الكبري، حي 460 مسكن. إذن هنا نشوف نوع من فيرديسمون في شجيرات، والعمارات مش كثيرة كبير، لكن طريق شوية ناقصة يعني متهرئة شوية. راح نشوف الشقة، نفتحها ونشوف الداخل وش فيها. وهنا الشيء المؤسف هو نشوف الكليماتيزر خارج في الواجهة تاع العمارات. ندخل لاكاش ديسكالي، وكل العمارات هذه مغلقة. عندك مفتاح شخصي تاعك، وفيه الانترفون تقدر تتكلم مع صاحب الشقة باش يفتح لك الباب، او اذا عندك مفتاح تفتح انتايا طريقة اوتوماتيكية. هنا بالباب لابيس، تستعمل لابيس والباب تفتح. اذا هذا هو المدخل. هنا عندنا البهو تاع العمارة، كاش ديسكالي كبيرة وايري، وعندنا 4 شقق في الطابق. وهذا الشقق من نوع F5، يعني 5 غرف وبمساحة 120 متر. وراح نشوف الشقة هذه اللي تقع في الطابق الثاني. وهذا هنا نشوف الدرج بالرخام الأصفر أو البني، وهنا نشوف البهو تاع يعني تاع الطابق، واسع كبير. ندخل الغرفة نشوف، ندخل الشمال نشوف. الآن نروح نشوفه الصالون، وهذا هو الصالون هنايا. هذا هو الصالون. هنا عندنا بتيت فيروندا، دائما نروح نشوفه من بر الحي. هذا هو وهذا الشقة هي فيها 5 غرف وبمساحة حوالي 120 متر. وهنا عندنا رواق لكل واحد فان دو ال، هذه هي. وهنا لاحظ هنا غرفة الأولى، هذه الغرفة الأولى، ثم نروح غرفة ثانية. الغرف هذه فيها دي بلاكار، فيها دي بلاكار هنا يا شاهد،
وكذلك الغرفة الرابعة. وهنا نزيد نشوف الشرفة باش ناخذ فكرة عن الحي. شوف الحي، هذا هو الحي، هنا الحي يظهر جزء منه، هذا هو الحي. إذن هذا هو شقة البيبي، هذه شقة البيبي في أحد الأحياء عند ولاية الجزائر العاصمة، والحياة رجاء يقع في الجهة الشرقية عند ولاية الجزائر. إذن هذا هو كان وحاجة ما زال ما شفناش الحمام. هذه هي الصدورة هنايا، شاهد الصدورة. للعلم أن الغرف الشقق تاع البيبي فيهم زوج أمور اللي راهم مسلمين مع الشقة. عندما الإنسان يتسلم المفتاح عندك هادو الرادياتور يكونوا واجدين، فيهم 8 الرادياتور. شوف واحد هنايا وهنا في كل الغرف. وكذلك حاجة ثانية تلقى في المطبخ، في المطبخ لازم تسيب لا كويزينيير بال لا بلاك تاعها ولا اوت لا اوت. هادو هما الشيئين اللي تلقاهم. وزائد كذلك نسيت حاجه واحده اخرى، تلقى لي كليماتيزور المبرد. هذا كاين زوج اللي يتسلموا مع الشقة، نتكلم عن الشقة تاع F5 البيبي F5. إذن هذا هما. وهنا الصالة في حوالي 22 أو 24 متر مربع. وكذلك فيه هنا المطبخ مليح، فيها حوالي 10 إلى 12 متر مربع، حاجة مليحة في المطبخ. فيه يعني تحسينات في الشكل نتاع لابارتمون. ممكن نديرو open space هنا. في نتكلموا على الاوبن سبيس والتغيير نتاع الوضع نتاع الابارتمون هذا في فيديو اخر ان شاء الله. اذا هذا هو الابارتمون البيبي F5 120 متر في حي من احياء ولايه العاصمه الاحياء الشرقيه. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.